المشاهدين المتتبع قناة أشواق على هذه المرحلة بكم في البث المباشر بالضبط من مدينة الدار البيضاء من أشهر سوق بالمدينة اللي هو كراج علال. يعني كيف ما كتعرفوا العيد مقبل أنه يدخل علينا عيد الفطر، الناس خارجة أنها كتكسي وليداتها. يعني شوفوا السوق شحال عامر تبارك الله، الناس كلها خارجة تقريبا، كلشي خارج تقريبا، كلشي خارج أنه يكسي وليداتو، كلشي خارج أنه يتقدى اللي خاصو قبل ما يوصل العيد. نشوفوا شحال ديال الناس تبارك الله، يعني مجهودات ديال الامن حتى هي جباره. الامن اللي كيقوم بالعمل ديالو، الامن لانه كيحاول يسرح الطريق، يعني مجهودات ديال الامن جباره. تبارك الله على رجال الامن اللي دائما موجودين في خدمه ديال الشعب، ودائما موجودين في خدمه ديال مصالح المواطنين. يعني كما كتشوفوا معنا الامن كيحاول انه يسرح الطريق ديال هذا الشانطي اللي هو شارع محمد السادس بكراج علال مدينه الدار البيضاء. يعني كما كتعرفوا حتى الاشغال ديال الترامواي حتى هي كتعرقل السير نوعا ما، ولكن كما كتشوفوا يعني الشارع ها هما الاشغال ديال الترامواي. رجال الامن ساكن حتى هما كيحاولوا انهم يسرحوا الطريق تبارك الله عليهم. شوفوا شحال ديال الناس خارجه تبارك الله، شوفوا شحال ديال الناس خارجه تبارك الله. كنتواجدوا في شارع محمد السادس اللي هو السوق الكبير المعروف سوق كراج علال بدير السلطان، دير السلطان عمال الحفيدة. بقى تقريبا ساعة على موعد الإفطار، بقى ساعة تقريبا على موعد الإفطار، ورغم ذلك مازال السوق عامر. يعني رغم ذلك مازال السوق عامر، الناس خارجة كتقدر وليداتها حوايج العيد، اللي خارج يتقدى الاحتياجات ديالو المنزلية من هاد السوق هذا. يعني كيفما كتعرفوا حنا مقبلين على العيد، ضروري الأسواق المغربية كتكون عامرة، الأسواق الشعبية خصوصا كتكون عامرة وممتلئة بزاف. يعني الناس كلها كتكون خارجة تقدا. بهذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.